تحتفل اليوم منظمة بيت مكلا القومية باليوم العالمي للسلام. فاليوم إن شاء الله يوم يتكون من هو يوم للسلام ويوم للتسامح، والبرنامج كله برنامج ثقافي نسبة لليوم العالمي للسلام. فيتكون من فرقات شعبية، وعندنا فرقة جبال النوبة الشعبية، وعندنا فرقة أم جمعة الشعبية، وعندنا بعض الأشياء التراثي، عندنا زي قعدات الجبنة شايفينها أمامكم، عندنا منتجات محلية بالنسبة للتسويق والمعارض، وعندنا برضو بعض المنتجات أو جلسات بالنسبة للساتك والحاجات إن شاء الله. فنحن دائما بنكون يعني لصيقين وموجودين في الساحة الخضراء بالنسبة للبرامج أو كل الحاجات اللي بتهدف لليوم العالمي للسلام. المعرض ده بمناسبة اليوم العالمي للسلام، ويحتوي البرنامج على عدة فقرات، منها مسرح وشعر وقناة وتراث ومعارض مختلفة. اليوم نجتمع في الساحة الخضراء احتفالا بيوم السلام العالمي، ومن هذه المنصة أناشد نفسي وكل المسؤولين وكل المواطنين في هذا البلد الحبيب على أن يتكاتفوا ويساعدوا بعضهم البعض، لأنه نحن في مرحلة انتقالية حرية جدا، وفي حاجات كثيرة نحن محتاجين لها. من الأشياء المهمة أنا في وجهة نظري أنه يجب توعية الشباب من جميع الأشياء التي تعينهم على القيام بدورهم الفعال، لأنه نحن لو نظرنا في الحقيقة أن الشباب هم المستقبل بتاع هذا الوطن، فشبابنا يجب علينا أن ننشئهم تنشئة صحيحة. من الحياة اللي لمستها أخيرا في هذه البلاد في غياب عن الوعي الديني في وسط الشباب، فالشباب محتاجين يعرفوا أنهم عندهم ثروة ودينهم ثروة يجب أن يعتزوا بها ويفخروا بها وليس يهربوا منها.